هتتحاسب يا ابني. انت مجنون يالا؟ اه يا حبيبي، وهطلعه على اهلك. ايه؟ مش شايف؟ خلاص خلاص خلاص. هتحاسب يا حمار انت. حمار؟ تعالى فراقك يا حمار. ندى ندى ندى، رايحة فين؟ بابلو، انا مش عارف انت واخدني ولا ها هتكسر ايدي. معلش يا حماده، استحمل شويه. يلا يلا ندى، لما تعرف مش هيعجبها الكلام. مع صاحبك. يلا يا عمرو. يا بابلو، ايه اللي انت عملته ده؟ عمرو اللي حصل ده معجزه الهيه بمعنى الكلمه. ان الرصاصه تدخل وتخرج وما تلمسش اي جهاز حيوي، ولا قلب ولا رئتين ولا شريان رئيسي، دي معجزه. سبحان الله، يعني الطلقه ما اثرتش فيها ولا اي حاجه. ده دكتور طاهر حتى ما فتحش جرح ولا عمل اي حاجه، ده هو يا دوب طهر الجرح والرصاصه زي ما دخلت زي ما خرجت. ومهما فقتش ليه لحد دلوقت؟ ده احنا كنا محضرينها العمليه هتاخد 8 9 ساعات. اللي هي فيه ده تاثير البنج مش اكتر. الف حمد وشكر لك يا رب. أصل كنت شايل ذنبها. شايل ذنبها ليه؟ مش أنا المسؤول عن حوار تأمين الحفلة؟ أنا هدخل أشقر عليها، وأنت راز من كده يا دكتور، وعايزك تشقر عليها كل شوية. راز من؟ إيه اللغة دي؟ الحمد لله على السلامة. فبرو، هو ايه اللي حصل؟ اخر حاجة فاكراها ان كنت بجري وراك انت عمر، فجأة الدنيا ظلمت. قدر ولطف. يعني انت ما قطعتيش على اداك الطلقة؟ طلقة؟ ما حد ضربني بالنار؟ اه. طب هو مين هيكون عايز يموتني؟ انا شايف قدامي اتنين، يا سامي يا جلال. تفتكر ممكن يعملوا كده؟ النفسانة والغل يعملوا اكتر من كده. بس أنا كنت بدافع عن نفسي، وبعدين بالعقل كده مين كان هيعرف إن أنا هخرج الوقت ده بره البيت؟ تفتكر أنت اللي كنت مقصود بالرصاصة وجت فيا أنا بالغلط؟ معقول؟ طيب بلغت البوليس؟ لا، كمال بيقال أدام عدت على خير يبقى مفيش داعي للحوارات. حقي في رقبتك أنت يا بابلو، انت اللي هتجيب لي حقي.